حضرتك هل معتني تردني يا سيدي سايلي وجت الجناب خايتي تكض بيدي جت اشتكي من الوكيد هذا الوكيد كل شردي شلون غيرك واقصده يا ملجئي ويا مغتدي حضرتك هل معتني لا تردني يا سيدي سايلي وجت الجناب غايتي تكض بيدي جت اشتكي من الوكيد هذا الوكيد كل شردي شلون غيرك واقصده يا ملجئي يا مغتدي صد علي يا ابو الوفا يا ابو العلم والمعرفه صد علي يا ابو الوفا يا ابو العلم